مرحبا بكم في النشرة الرياضية أعلن فريق الأهلي تأهله رسميا إلى منافسات المربع الذهبي لمنافسات دوري زين لكرة السلة وذلك بعد تغلبه على فريق مدينة عيسى ب 69 نقطة مقابل 51 وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما على صالة اتحاد كرة السلة ليحسم الأهلي الأمور حول هوية المتأهل لمربع الكبار هذا وخطف فريق المحرق صدارة الترتيب النهائي بعد تغلبه على منافسه التقليدي فريق المنامه في 89 نقطه مقابل 79 حيث استطاع المحرق من فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراه وحتى نهايتها كما حقق فريق الحاله انتصارا مهما في اخر مباريات الجوله الخامسه بعد أن استطاع من الفوز على فريق سترة ب 73 نقطة مقابل 66 ليضمن بذلك الحالة المركز الرابع دون الحاجة للنظر للمباراة الأخيرة. يخوض منتخبنا الوطني العسكري لكرة القدم أولى مبارياته التجريبية أمام منتخب قرغيزستان وذلك عند الساعة السابعة مساء على استاد البحرين الوطني ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات كأس العالم العسكرية الأولى. التي ستنطلق في بداية شهر يوليو القادم في استضافة أذربيجان. يتحدد اليوم الفريق العاشر المكمل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم المقبل وذلك عندما تقام مباراة الحاسمة مباراة الإياب الحاسمة من الملحق والتي تجمع بين فريقي الملكية والرفاع الشرقي على استاد مدينة خليفة الرياضية حيث كان قد قطع الملكية نصف الطريق في فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل وضعها داخل الشباك ودايو حقق فريق بنك البحرين بنك البحرين والكويت انتصارا كبيرا في اولى مبارياته بدور الصالات لكره القدم عندما فاز على فريق الملكيه بعشرة اهداف مقابل اربعه فيما انتهت المواجهه الثانيه والتي جمعت بين فريقي المحرق والحرس الوطني بالتعادل بهدفين لكل منهما